إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذا الدعاء عباد الله من الأدعية المهمة، حتى إن بعض السلف كان يرى أن هذا الدعاء من واجبات الصلاة، كما ذكر مسلم رحمه الله تعالى عن طاووس رحمه الله تعالى وهو من أئمة التابعين أنه كان إذا صلى سأل ابنه فقال له: هل استعذت بالله تعالى من هذه الأربع؟ فإذا قال لا فإنه كان يقول له: أعد صلاتك. وهذا إن دل إنما يدل على عناية السلف رحمهم الله تعالى بهذا الدعاء العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا تشهدنا أن نستعذ بالله تعالى من هذه الأمور الأربع، وذهب بعضهم إلى أن هذا الأمر للوجوب، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الأمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن هذا هو الأصل في الأدعية والأذكار، إلا إذا جاءت قرينة قوية دلت على الوجوب، ولكن الأصل فيها أنها للاستحباب كما قال علماؤنا رحمهم الله تعالى. قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع. وهذا الدعاء يكون بعد التشهد الثاني بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: أعوذ بالله من عذاب جهنم، وأعوذ من العياذ، أي أحتمي وألجأ. هذا معنى أعوذ، فهو يكون في دفع الشر، وضده ألوذ وهو من اللياذ وهو طلب الخير، فالعياذ يكون في دفع الشر واللياذ يكون في طلب الخير. وفي ذلك يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره،
ولا يهيضون عظما أن تجابره. وهذه الأبيات تنسب للمتنبي، وقد قال هذه الأبيات: يمدح ملكا من ملوك الدنيا. لذلك عابه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عيبا شديدا، وقال: هذه الأبيات لا تكون إلا لواحد وهو الله تبارك وتعالى، لأنه لا يجوز للعبد أن يطلب الخير أو دفع الضر إلا من الله تبارك وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. قال: تقول أعوذ بالله من عذاب جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار أجارني الله وإياكم منها. وقد ذكر الله تعالى في القرآن من صفات عباده المؤمنين أنهم يستعيذون بالله تعالى من جهنم. قال الله تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر. والقبر هنا في هذا الحديث ليست الحفرة التي يوضع فيها الميت، إنما القبر هنا ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة، لأن بعض الناس قد لا يدفن في هذه الحفر، فمنهم من يحرق وتأكله النار، ومنهم من يغرق وتأكله الحيتان. فإذا كان قد استحق عذاب القبر فإنه يعذب حتى ولو لم يوضع في الحفرة. لذلك قال العلماء: القبر هنا معناه ما بين موت الإنسان إلى قيام الساعة. وعذاب القبر حق، كما أن نعيم القبر حق، وعذاب القبر ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، أي في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. فقالوا: اليوم، أي يوم موتكم، تجزون عذاب الهون، وهذا هو عذاب القبر. وقال الله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففي هذه الآية عذابين: عذاب قبل قيام الساعة وعذاب بعد قيامها. والعذاب الأول في القبر، فنحن نعتقد أن آل فرعون يعرضون على النار كل يوم غدوا وعشيا، هذا نعتقده عقيدة ولا نشك فيه، وهذا عذاب قبل قيام الساعة. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذا دليل على وجود عذاب القبر. وقد استفاضت السنة بهذا، ومن ذلك هذا الحديث الذي نحن بصدد الكلام عنه. وكذلك جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله تعالى عنها أهدت يهودية، فقالت لها المرأة اليهودية: أجارك الله من عذاب القبر. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي عائشة، فقالت: يا رسول الله، هل في القبر عذاب؟ فقال: نعم يا عائشة، إن عذاب القبر حق. وثبت في الصحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما
ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ أو لا يستتر من بوله. وقد أجمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على أن في القبر عذاب ونعيم، ونعيم القبر كذلك ثابت بالسنة، كما جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه، وهو حديث طويل. فالمؤمن حقا يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب القبر، أجارني الله تعالى وإياكم من عذاب القبر. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، وأسأله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى، وأعنهم بالبطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونعوذ بك من النار. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن فتنة المحيا والممات. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فتنة المحيا، فقال بعضهم: يدخل في فتنة المحيا المال وكذلك البنون، أي الأولاد، لقول الله تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال بعضهم: يدخل في ذلك النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله: والضابط في معرفة فتنة المحيا أنها كل ما يصد المرء عن طاعة الله تعالى، فكل أمر يصدك عن طاعة الله ولو كان من الحلال فاعلم أنه من الفتنة، فاعلم أنه من الفتنة. فاتقوا الله عباد الله، حتى إنه قال: ويدخل في ذلك حتى بعض الألعاب، أي من الألعاب المباحة، فإن بعض الألعاب تصد الناس عن طاعة الله والعياذ بالله، إما عن صلاة الجماعة أو غيرها من الطاعات، فإنها تدخل في فتنة المحيا. فالواجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من فتنة المحيا، وأن يترك هذه الفتن ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى. والممات، أي وفتنة الممات. قال بعضهم: فتنة الممات أي الفتنة التي تكون عند الاحتضار، وهذا أشد ما يكون على العبد، لما يأتيه ملك الموت لقبض روحه فإنه يفتن فتنة عظيمة، والشيطان يكون أشد حرصا على ابن آدم في هذه اللحظة. لذلك ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه كان يقول في مرض موته: ليس بعد، ليس بعد، ويكرر: ليس بعد، ليس بعد. فلما أفاق وسئل، سئل عن قوله ليس بعد، فقال رحمه الله: إن الشيطان تمثل لي وقال لي: نجوت يا أحمد،
نجوت يا أحمد؟ فقلت له ليس بعد، ليس بعد. فاعلموا عباد الله أن الشيطان يحرص على إغواء بني آدم، لا سيما في سكرة الموت، لا سيما في سكرة الموت. لذلك ينبغي عليك أن تستعيذ بالله تعالى من فتنة الممات. وقال بعضهم فتنة الممات أي الفتنة التي تكون في القبر عند سؤال الملكين، لما يأتي الملكان ويقولان للعبد من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم. فهنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يثبتهم الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وأما القول الأول أي أن هذه الفتنة هي التي تكون عند سكرة الموت، فهذا يكون من فتنة المحيا، ولكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لخطورته، لخطورته. ثم قال عليه الصلاة والسلام وفتنة المسيح الدجال. والمسيح الدجال هو رجل من بني آدم خلقه الله تعالى، وما من فتنة أعظم منذ أن خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة من فتنة المسيح الدجال. وما من نبي إلا وأنذر قومه الدجال، وإن نوحا عليه السلام أنذر قومه الدجال، والكلام عنه يطول، ولا نفرد خطبة في التفصيل في فتنة المسيح الدجال. وصل اللهم وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.